ده بتجيلك دايما، بتخليك دايما تبقى واقف عامل كده، زي الموضوع بتاع الفي. لما اتكلمت مع حضراتكم من يومين على رساله الى من يهمه الامر، واتكلمت على ان جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش غير فريقه، فعلا دي حقيقه، ولكن منطقيا يعني يا جماعه وعقلانيا ما فيش فريق او ما فيش مشجعين لفريق بيشجعوا الفريق المنافس او يتمنوا ان هو يكسب. وخلي بال حضراتكم في فرق ما بين التشجيع والمساندة. التشجيع والمساندة، المساندة دي ان انا اروح اساند الفريق الاخر على حسابه، دي الرسالة اللي كانت موجودة من كابتن حسام علشان يتكلم على ان جمهور الاهلي يروح يسمع. ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها كده، عمرنا ما شفناها ولا هنشوفها، عمرنا ما شفناها ولا هنشوفها. بس انا بتكلم في ان منطقيا يعني وبالعقل، طبعا مفيش منافس بيتمنى ان فريقه او الفريق المنافس ليه يكسب. لكن احنا هنا في النادي الاهلي دايما تفكيرنا اتجاه واحد وشكل واحد واسلوب واحد. عارفين ايه هو؟ ان احنا عندنا فاضل مثلا يعني 20 مباراه. هو النادي الاهلي لو كسب ال 20 مباراه في 30 نقطه ب 60 هيكسب، هياخد الدوري. هو ده تفكيرنا، هو ده تفكيرنا، هو ده تفكير النادي الاهلي، هو ده تفكير لعيبه النادي الاهلي. ان احنا ملناش علاقه يعني، مفيش مشكله، هنبقى مش هنبقى زعلانين قوي يعني لما اي فريق من اللي بينافسونا او اللي معانا في الصداره يتغلب، هنبقى مبسوطين، مفيش مشكله. لكن في نفس الوقت انا بفكر بشكل واحد واتجاه واحد، هو ان انا ازاي اكسب ماتشاتي، ما بشغلش بالي بغيري. والله غيري ده اتغلب او كسب، اوكي هنشوف ساعتها هنقيم الامر. لكن هي توصل ان حد يطلع ويتكلم بمنتهى اللي يعني الواحد مش عارف يقولها ازاي، ولكن يطلع ويتكلم ويقول لك احنا يا جماعه هنبعت او عايزين جمهور النادي الاهلي يجي يشجع بيراميدز في مباراه الزمالك. طب هو ده كلام؟ هو ده كلام؟ يعني مع حبي واحترامي وتقديري الشديد جدا، لكن ده مش كلام وما ينفعش حد يقول كده. وجهه نظري وانا دايما بقولها، وانا ما عنديش مشكله مع حد ودايما بقول هذا الكلام، لكن مفيش فريق منافس في الدنيا يتمنى للفريق او جمهور فريق منافس يتمنى للفريق المنافس ان هو يكسب، عمري ما شفتها برضه. ده شيء طبيعي جدا على فكره في العالم كله. يعني هل برشلونه بيلعب اتلتيكو مدريد جمهور ريال مدريد يروح يشجع برشلونه مثلا او يروح يشجع اتلتيكو مدريد؟ لا، لكن ممكن يتمنى ان برشلونه تكسب، او يتمنى ان اتلتيكو تكسب، او يتمنى ان هم يتعادلوا، لكن ما فيش حد بيساند. هو ده الفرق ما بين التمني والمسانده او المشاركه، هو ده الفرق اللي انا بتكلم فيه. احنا لما بنيجي الاهلاويه لما بييجوا يعملوا مثلا الاهلي هو اللي بيحب، او الاهلي دايما هيكسب، او الاهلي دايما جمهوره معاه، ما دي حقيقه، هو ده الحقيقه، وهو ده دايما اللي احنا بنشوفه. فعشان كده بقول لحضراتكم الفتره اللي جايه فيها شغل كتير جدا جدا على حضراتكم وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني وكل حاجه، ولكن حضراتكم دايما بتكونوا الاهم بالنسبه، لان انتوا كجمهور انتوا رقم واحد في كل شيء. انا ناس بتقولك الجمهور ده اللاعب رقم 12، لا هو اللاعب رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي.